سورة القمر آية 41، آية 41 سورة القمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاء آل فرعون النذر، وهذا تذكير بقصة سيدنا موسى مع فرعون وقومه. تفضل يا سيدي. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أي كذبوا بآياتنا، أي المعجزات التي صاحبت إرسال سيدنا موسى لهم كلها. أرسل إليهم 9 آيات بينات، أرسل إليهم العصا، وأرسل إليهم الكف، وكذلك السنين ونقص الثمرات والضفادع والدم، وأرسل عليهم الضفادع والدم والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. لما تيجي تعد ده كله تلاقيهم 9 آيات. لقد أرسلنا موسى إلى فرعون ب9 آيات إلى فرعون وملئه. كذبوا بجميع الآيات، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى، فهو قادر على مراده، يفعل ما يشاء، وعزيز لا يغلبه غالب سبحانه. تفضل يا سيدي. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أكفاركم أي كفار قريش خير من أولئكم الذي ذكرهم، قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وفرعون، كل دول. هل أنتم يا قريش ويا عرب الجزيرة الذين كفرتم بهذا النبي خير من أولئك؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ يعني أم عندكم براءة في الكتب السابقة أن الله ينجيكم مما أخذ به السابقين؟ وهذا أيضا استفهام إنكار عليهم. يلا يا سيدي. أم يقولون نحن جميع منتصر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر، يعني متصورون أنكم تنتصرون على عبدي وحبيبي الذي أرسلته إليكم؟ هيهات. تفضل يا سيدي. سيهزم الجمع ويولون الدبر. سيهزم الجمع ويولون الدبر، وهذه الآيات نزلت مكية، حتى أن كثير من الصحابة قالوا أي جمع وأي هزيمة. فقال النبي في غزوة بدر عندما وجد جمع قريش بعدها بسنوات طويلة، سيهزم الجمع ويولون الدبر، فقال سيدنا عمر بن الخطاب الآن عرفت معناها. وهذه من علامات النبوة، أنه يخبره بالغيوب وتحدث بعدها بسنوات. سيهزم الجمع أي جمع قريش الذين تجمعوا لقتالك في بدر، ويولون الدبر إلى بلادهم منهزمين. تفضل يا سيدي. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. بل يعني، وده حرف إعراد، يعني لا تنظر إلى عقوبتهم في الدنيا، بل عقوبتهم في الآخرة أشد. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى، يعني أشد بلاء وشرا. الدهية هي الأمر العظيم، عظيم الشر الذي لا يعرف الإنسان أن يتخلص منه. حتى الناس لما يجي يشتم واحد يقول له جاتك دهية، يعني دهية يعني مصيبة سودة ما يعرفش يخرج منها. فهمت بقى ازاي؟ أدهى يعني دي كمان مش دهية عادية، دي أدهى دهية، أدهى من الدواهي. شفت بقى؟ أفعل التفضيل. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، يعني تؤدي إلى إلى الحسرة الشديدة والمرارة في النفوس والندم. يلا يا سيدي. إن المجرمين في
إن المجرمين في ضلال، أي بعد عن الحق وحيرة وغواية وسعر جنون. سعر بمعنى جنون، زي ما قلت لك تقول كلب مسعور يعني كلب مجنون، بيعض الناس الطيبة كويس. الكلب العادي يعض مين؟ يعض الحرامي السارق المجرم، لكن الكلب ما يتجنن يعض أي حد يعدي. يسموه كلب إيه؟ مسعور يعني مجنون. يبقى سعر يعني جنون، يعني كل من أعرض عن دعوة الأنبياء يعتبر يعني خالف المنطق السليم، وكل من خالف المنطق السليم ناقص العقل، وكل ناقص عقل نسميه مجنون. شفت بقى؟ يلا يا سيدي. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. يوم يسحبون في النار على وجوههم، يعني مش يسحبوهم كده اهو ويمشي على رجليه، لا، ده يسحلوهم. يسموه ايه؟ سحله. سحله يعني ايه؟ يعني سحبه على وجهه، فهمت؟ يعني كمان حتى بيتعذبوا مع اهانه، مش بيتعذب كده وهو واقف على رجليه كده يعني، قال يعني مش عارف بطل، بطل ايه؟ تعال على دماغه. يوم يسحبون في النار على وجوههم، يعني تعذيب واذلال، فهمت؟ ذوقوا مس سقر، وهذا امر اهانه وامر ايه؟ تشفي وعقوب. يلا يا سيدي. إنا كل فتح الله، إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني بوقت معلوم. يبقى القدر هو ظهور المقضي، يعني ربنا له قضاء قضاه، لكن متى يظهر؟ وقت ظهور المقضي يسموه القدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي له وقت ظهور. زي أنت كده، ربنا خلقك بس من زمان في إرادته، لكن لك وقت ظهور لما اتولدت، فاهم؟ لكن ربنا قبل أنت ما تتولد وقبل ما يخلق الخلق قضى أنك أنت هتخلق. لكن إمتى بقى تخلق؟ وقت ولادتك، يبقى اسمه القدر. يبقى القدر هو وقت ظهور المقضي. إن كل شيء خلقناه بقدر، وبالتالي لا تستعجل ما أراد الله تأخيره، ولا تستأخر ما أراد الله تعجيله، وإلا لا يفارقك الجهل أنملة، تبقى جاهل. ليه؟ لأن قدر الله لابد أن ينفذ، فإياك أن تستعجل أو تستأخر شيء، فاهم؟ اترك الأمور على ما يريدها الله وقت ما يريد لها الظهور. فضل يا سيدي. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وما أمرنا يعني قضاؤنا، أمرنا هنا يعني حكمنا وقضاؤنا. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، كن فيكون في لحظة. إلا واحدة كلمح بالبصر، شوف أنت لمحة البصر دي لا تأخذ لحظات، يعني حتى ما تعرفش تحسبها بالثواني من سرعتها. فأراد الله أن يبين سرعة إيه؟ ظهور قضائه عند مجيء وقته، فإذا جاء الوقت يظهر القضاء في لحظة. يلا يا سيدي. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. ولقد أهلكنا أشياعكم، يعني إيه؟ من تشيع لغير الحق، فهل من مدكر؟ كل من تشيعوا مع بعضهم البعض وتعاونوا على القضاء على أهل الحق قضى الله عليهم، وانظروا في الأمم السابقة. تفضل يا سيدي. وكل شيء فعلوه مقيد عليهم في الكتب، كل انسان ياخذ كتابه مقيد عليه ما فعله ليحاسب عليه في الاخره. وكل شيء فعلوه في الزبر، اي في الكتب التي كتبت تدون عليهم اعمالهم. تفضل يا سيدي.
وكل صغير مما فعلوه وكبير مما فعلوه، لأنه لا يغادر شيء مستتر أي مستور مكتوب. تفضل يا سيد. بعدما ذكر حال المخالفين أراد أن يبين حال المقربين. إن المتقين في جنات ونهر، وجنات هنا جمع، يعني معناه إيه؟ يعني جمع الله فيها كل ما لا يخطر على بال إنسان. في مقعد صدق، يعني مقعد صادق، صدق هنا بمعنى صادق، يعني صادق الوعد، ولا بد أن يحدث لأن الله لا يخلف وعده. في مقعد صدق عند مليك، عندية إيه؟ عندية رتبة ومرتبة، مش مكان، عند مليك مقتدر سبحانه وتعالى. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون للغافلون.